البيض 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 فما من عندي عندنا البيض في الدار مسكرتها يا بدي حل لا تقول لي عندي اوراقي ما نعرفش شنو الاوراق هم دافير هي ولا شنو ما نعرفش شنو الاوراق اللي عندها لا هي مرتك ماهوش تي داري ما لازم نحوس كيما نحب ندخل وقت ما نحب نخرج وقت ما نحب قالت لك هي معناتها هي يجي مخر ويبات لبرا هي تجيب في اصحابها البنات للدار معناتها فما حوايج معناتها ما تصيرش تجيب اصحابها البنات فما واحده من اي شنو جابت صاحبتها بنيه للدار؟ ما اصحابها اصحابها اي اصحابها البنات في منهم مره في سيدي المنصور دخلت للدار مش كبرها دخلت للدار ناقص صاحبتها تجرب في الدار بعدها صاحبتها واحده اخرى قل لها لا يوسف الدخان يوسف دخان عليه تقول لي واصحابها يتكيفوا في الدار وحاجه عاديه بكذب انت بطلت العالم في الكذب لان احنا وليت انا وليت ما طوش فيك الخير باش نلقى فيك الخير انا انت من مره خرجت نلوج عليك خرجت نلوج عليك تقول لي من باب تخرج من باب التيلاني ندخل الدلقه داري معبيه بالاولاد وقت هذه صادق ماجد وجرجور وانيس المجنون انا جبدهم الكل نطقتني والله نطقتني والله لا حول ولا قوة فيها ما ها؟ ما وين أكثر منك؟ اسم الله حكي تحكي فيها الله يجازى جي طالب ولا مطلوب ما تكبر عقلك وتقول أنا ما حسيتش باش ترجع لي مش بالسيف عليك يا خويا قدام 10 ملايين تونسي طلقني ما عادش حشتي بيك مش خليك مش نسالك سؤال يا سي علي يا بنتي ماهي تفضل امشي امشي فما راجل مرته حبله يقول لها اجري وانا نجري وراك والله العظيم والله 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 تمشي قدامي من المصريه اللي قرمده هو يجري والعباد تتفرج سبب بالتيت بالحق والله فما راجل يكون في دار ويخرج يبدا يعمل هكا وش عليه هز الكوب شنيا راجل واحد في دار وبحث مرته ويخرج يبدا يعمل هكا مش نورمال يا بشرى يا بشرى يا بشرى والله والله بشرى لحظه لحظه بي سي علي لحظه سي علي سي علي يا بشرى انت تو قلت في قلب تفدليكا قلت في قلب تفدليكا فما امور مش بتاع تفدليك مره في البحر هذاك ما عليه حتى الشرطه كانت تشوفنا نبصيه في جرته هاو معانا ماجد ان شاء الله كان يتفرج فينا ويعرف كلامي صحيح ومعايا في دي يعمل هكا يخرج عريان من البحر والله تقولي صدقها هذه هذه مجنونة هذه والله مجنونة والله قسمت بالله مجنونة ماك تحكي على السبيطار الرازي برا مشي يعمل كنترول غادي سلام والله يا سي علي والله وس ولدي الغالي والله والله يعمل تونا تشوف انا مقويني هكا تو انت جايبتني لهنا لواش باش تضحك باش تخد لك انت حكيت اللي حبيت وانا زيد عندي ما نحكي يا بنت الناس عندي ما نقول سامحني سامحني اجي نعطيك انا ملخص الحديث